بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. تحياتي لكل شخص عربي كريم الطباعة والأفعال، ساعد بناء المعلومة من خلال قناتي بهدف الإفادة. الناس اللي بتعمل حاجة زي كده حقا يستحقون أن يقال عنهم خذ لك في الدنيا وخذ لك من الدنيا زادين، من سيرة ومن عمل صالح. وكن في الطريق عفيف الخطى، شريف السماع كريم النظر، وكن رجلا رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر. فشكرا لك، شكرا لأي إنسان بيقدم معلومة أو بيساعد إنه ينقل تجربته الشخصية أو معلومة حب ينقلها لأي إنسان عربي ذكر أو أنثى من خلال قناتي، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم. اتفرجوا على الفيديو بقى. ماشي، اتفرجوا على الفيديو. أنا يبقى معايا كام بقى في كشف الحساب عشان أسافر يا عم رامي أوكرانيا ولا الكلام ده؟ والله أنا قلتها في 100 فيديو قبل كده. المشكلة أو الفكرة مش في كشف الحساب، الفكرة في الحركة في كشف الحساب، والحركة بركة. وأهم حاجة في كشف الحساب قلت لك، لو عندك دخل ثابت كويس مش هيخليك تفكر اصلا ان انت تستقر في الدوله اللي انت مسافر ليها عشان تسيب الخير اللي انت موجود فيه الاساسي وتفكر تبدا حياه جديده في اللا مجهول. فدي حاجه او اساس من الاسس اللي بتخلي السفاره تنظر لكشف الحساب بشكل طيب وجميل. اختصارا في الكلام وعشان ما نطولش على الساده المشاهدين، كشف الحساب لاجب ان يكون من فتره 3 شهور ل 6 شهور. دي قاعده دوليه او حاجه كده كل السفارات بتطبقها، يعني من سفاره اوكرانيا تحديدا بتكون في حركه في كشف الحساب. كشف الحساب انصحك ما تحطش فيه مبلغ كبير في اول مره كده، لا تحط مبلغ متدرج، مثلا حط مثلا 20,000 تسحب كمان 10 21,000 20,000 جنيه ولا 20,000 دولار ولا اي، هو رقم كده جه في دماغي قسما بالله، انا ما اقصدش يعني ال 20,000، انا بقول لك كده بما يرضي الله كده اي رقم وخلاص، يعني انت فاهم. حط مثلا 10 جنيه وبعد كده اسحب 7 جنيه، بعد كده حط 2 جنيه وبعد كده هوصلهم 10 جنيه تاني، اعمل حركه كده كذا مره. ويفضل لو انت طبعا البنك بتاعك او الكارت القبض بتاعك بينزل على الكارت تحط المبلغ، يعني تقعد تسحب بقى وتحط في الكارت، تسحب وتحط في الكارت، تاخد مبلغ كبير وتحطه عشان يبقى ضمان ليك والكلام ده كله. طيب، كشف الحساب ده مش قاعده اساسيه ان هو يكون مبلغ كبير جدا، اهم حاجه ان يكون في اكتيفيتيز، يعني في حركه في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في البالانس، يعني انت فاهم، في حكايه السحب والايداع، سحب وايداع. ده مهم جدا، وان الفتره ما بين 3 شهور ل 6 شهور. واحد يقول لي طب انا ما عنديش كشف حساب، افتح كشف حساب واصبر كده من 3 شهور او 4 شهور وابدا امشي في اجراءات الفيزا. طب انا عندي كشف حساب وما فيهوش فلوس وما استخدمتوش خالص. طب ماشي، حط فيه بقى من دلوقتي وحاول تجهز نفسك من 3 شهور ل 6 شهور. طب انا معيش شغل ومعيش كشف حساب وعايز اسافر للبيت، هل ينفع ان هي تبعت لي ورقه ضمان ان هي متكفله بيا وكل حاجه في القانون الاوكراني؟ ايوه ممكن، انت فاهم، يعني قانونا ممكن هي تتكفل بيك وتعمل لك كل حاجه. ولكن الكاميرا وقعت ولا ايه؟ اظبط نفسك، اظبط الاداء. ولكن هل انت معتقد ان حضرتك دلوقتي رايح لدوله الاخ ده ورايح لبلد الاخ الراجل ده او البنت دي وانت كده يعني لا تملك شيئا من حطام الدنيا، وهم في السفاره يسمحوا لك بكده بالعقل كده؟ يعني لو سمحوا لك فبها وحسنت. جو وحش جدا على فكرة، فالحمد لله رب العالمين. فلو سمحوا لك فبها وحسنت، انا اتمنى لك الخير واتمنى لك ان ربنا يصلح حالك وتسافر. ما سمحوا لكش يبقى دي حاجة مختلفة، تمام. فاحنا كده اتكلمنا حتة كشف الحساب، فمش عايزين ايه ضمانات كشف الحساب بقى ونعمل ايه في كشف الحساب، ومتركزش قوي في كشف الحساب على قد ما تركز في خطاب العمل. يلا، سلام عليكم.